إلى أين يتجهون؟ إلى أين يسيرون؟ كيف سيصلون؟ مجهدون، جائعون، خائفون، أمور لا تنفك تدور في ذهن كل نازح في غزة خلال رحلته عبر ما يسمى ممرا آمنا، لكنه في الحقيقة ممر الهلاك. هكذا يصف النازحون رحلتهم من شمال غزة إلى جنوب القطاع، حاملين أرواحهم على أكفهم والخوف الممزوج بالأمل في النجاة في قلوبهم. في استمرار سيرهم سبيل للبقاء على قيد الحياة، لكن شبح الموت يظل يلاحقهم. طريق موت، تقول يوم حشر، صعبة صعبة صعبة. شفنا الأمرين يمه، نضل نمشي نمشي نمشي، لما اللي بضيع ابنه، اللي بضيع بنته، اللي بيجري حافل، احنا عيانين بطول اللي قصف فوق راسنا. ايش احكي لك لما احكي لك؟ لا في مية ولا في اكل ولا في شرب ولا في طحين ولا في اي حاجة، طالعين من جوع من قهر. ايش احكي لكم لما احكي لكم؟ فيش ايش في غزة، فيش ولا حاجة في غزة. يواصل فلسطيني غزة رحلة النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه، يسيرون على الأقدام في رحلتهم الشاقة المليئة بالأهوال. يحدق بهم الخطر من كل اتجاه، يتربص بهم الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مناطقهم وقتل وتشريد عشرات الآلاف في الشمال وفي الجنوب. يتحركون بلا طعام ولا شراب ولا أمان في رحلة إلى الجنوب لا تقل خطورة عن البقاء في الشمال. والله احنا نازحين من معسكر جباليا، جينا من هناك رحلة عذاب، كانت والله رحلة عذاب ومعاناة، والله الله اللي سترنا. والله نازحين من هناك من عند القصف والقذائف، قال أخلي الشمال كله، خفت على صغار، أنا حملت صغار كنا هنا، نجحنا على الجنوب والوسطى. أما والله رحلة عذاب، هذا رحلة عذاب وموت، متنا في الطريق 100,000 مرة. حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، تتزايد أعداد النازحين في غزة الذين يصلون إلى مرافق المنظمة الدولية في جنوب القطاع ليبدأوا معاناة أخرى، بينما نازحون آخرون لم يصلوا بعد في رحلتهم فارين من الموت عبر طريق الموت.